النون ميمبرينس والاسمان بارلي فاحنا في الميمبرينس وخلصنا منها السي ميمبرينس تمام. هنبدا النهارده بالميتوكوندريا تمام. الكريستي او الكريستال بومب اولها ليه؟ قال لك ان هي بتبقى عباره عن
او ايه فايدتها؟ قال لك بتزود السيرفيس اريا لارتباط حاجه اسمها اليمنتري بارتكل. اليمنتري كل ده هيتشال من حاجه. اليمنتري بارتكل دي عباره عن حاجه بتكون اي تي بي بتحتوي على بروتين بيكون اي تي بي. الكلام ده بقى معناه ايه؟ انا لو عندي مثلا خط مستقيم كده تمام؟ ممكن احط هنا كام؟ 1 2 3 4 4 اليمنتري بارتكل تمام؟ بس لو جيت نفس الخط ده هنا كده قلت فممكن احط هنا 1 2 3 4 ادي الاربعه بتاع فوق بس ممكن ازود تحت كام؟ تمام؟ مثلا على سبيل المثال يبقى هو كده زود السيرفس ايه ولا ما زودش السيرفس ايه؟ يعني زود مساحه السطح اللي هتلتصق بيها حاجه اسمها اليمنتري بارتكل. ايه بقى اليمنتري بارتكل؟ اليمنتري بارتكل اللي شايفين الحاجات السوداء دي هي دي اسمها اليمنتري بارتكل. ايه بقى اليمنتري بارتكل دي؟ عباره عن جزء لازق على الكيس دي بيبقى موجود في البروتينات، البروتينات دي هي المسؤولة عن تكوين الاي تي بي. واضح كده؟ ولا في حاجة؟ لا. تمام؟ يا جماعة أي رياكشن طبعا دي بس الليمتر بارت تمام؟ قال لك خلاص احنا كده خلصنا ايه؟ اللي هو الايرور البرين ده كنا بنبقى فيه عبارة عن فوتنج أو بروجيكشنز اللي هي تحت دي ماسك فيها او بتزود السيرفس اريا لارتباط حاجه اسمها اليمنتري بارتكل. اليمنتري بارتكل دي بتحتوي على بروتين، البروتين ده مسؤول عن تكوين بروتين وانزيمات مسؤول عن تكوين اي تي بي. تمام؟ يبقى هو ده مكان تكوين اي تي بي. الحاجه اللي بعد كده ان بيبقى موجود فيه حاجه عندي اسمها ماتريكس. الماتريكس اللي هي الجزء اللي انا بقطعه بيبقى فيها حاجه اسمها الكترون بيبس كرونيوم. يعني ايه المره اللي فاتت كنا الكترون بيبس كرونيوم؟ المره اللي فاتت قلنا ايه؟ اللي عباره عن حاجه كثيفه كده بتبان بالالكترو مايكروسكوب كانها ضربه، يعني بتبان اكثر بالالكترو مايكروسكوب زي الشكل ده. بتبقى عباره عن ايه مثلا؟ ممكن يكون مثلا عباره عن كوكب صغير كده مثلا موجود جوه الخليج جواه حاجه تمام؟ دي بيبقى جواها ايه؟ قال لك بتحتوي على ليمت، بتحتوي على بروتين وكالسيوم ومغنيسيوم تمام؟ دي بالنسبه للجرانيول او الالكترو دنس جرانيول اللي موجوده جوه الماتريكس تمام؟ احنا كده قسمناها الى اوتر ميمبرين والى ميمبرين وماتريكس. الماتريكس دي قلنا ان فيها حاجه اسمها الكترون دنس جرانيول اللي هي بيبقى فيها الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والليبيد تمام؟ نيجي بقى للفانكشن بتاع الميتوكوندريا. الفانكشن بتاع الميتوكوندريا هو مش حاسبها الفانكشن مش دي الفانكشن بتاع الميتوكوندريا كلها، لا هو حاسب كل حاجه لوحديها عشان ما تتلخبطوش وانتوا بتذاكروا. يعني الاول واحده دي اللي هو المين فانكشن هو السير اسبيريشن او انتاج الطاقه تمام؟ دي كده فايده الميتوكوندريا على بعضها. طب وبعد كده جاي فايده الحاجات الثانيه، بمعنى ان البروتين اللي موجود في قلب الالكترونيكسيجنالين فايده ايه؟ بروتين تمام؟ هيبدا البروتين اللي موجود جوه الالكترونيكسيجنالين هو بروتين جاي من ايه؟ ايه تمام؟ يبقى معنى كده ان الميتوكوندريا عندها القدره ان هي تكون ايه؟ ار ان ايه او بروتين. يبقى معنى كده هو جاي الحته دي بروتين فورميشن معناها قدره الميتوكوندريا ان هي تكون بروتين اللي هي تخزنه هو ايه؟ الالكترون دنس جرانيول. علشان ما حدش يتلخبط ويقول لك طب الميتوكوندريا بتكون بروتين وتطلع بره مثلا او حاجه تمام؟ يبقى هو كده فايدته ان هو اول حاجه السيل سبريشن وبعد كده ان بروتين فورميشن سيل بريبليكيشن بمعنى الميتوكوندريا دي عندها دي ان ايه تمام؟ الدي ان ايه مسؤول عن عمليه الريبليكيشن او التكاثر تمام؟ ان الحاجه او الخليه تكبر في حجم او تتكاثر تمام؟ بما ان عندها دي ان ايه مش هي ممكن تتكاثر لوحدها كده وانتوا كنتوا واخدين في سنه واحده ان الحاجات اللي بتتكاثر لوحديها هي الميتوكوندريا. يبقى مسؤول الدي ان ايه هو الميتوكوندريا ان هو يخليها ايه سيل بريبليكيشن تمام؟ الحاجة الرابعة الكالسيوم والمغنيسيوم اللي موجودين جوه الالكترون دنس فايدتهم ايه؟ حاجة اسمها كاتاليزيس انزيمز. والكاتاليزيس دي جاي بعد كده في الدماغ تمام؟ يبقى دلوقتي خلصنا احنا كده الفانكشن بتاع الميتوكوندريا. ومعاها خلصت الميتوكوندريا. يبقى الميتوكوندريا اتكلمنا فيها عن الديفينيشن بتاعها هي عبارة عن ايه؟ وبعدين اتكلمنا شكلها عامل ايه بالمايكروسكوب
شكلها عامل ازاي بالفكر الميكروسكوب بالاضافه لمكانها في التقرير. شكلها عامل ازاي بالفكر الميكروسكوب ده اللي قلت فيه شويه، اوتر ميمبرين وانتر ميمبرين. اوتر ميمبرين ده اللي بيبقى معدي يفتحها على البحري، انما اللي تحت او هنا الميمبرين بيبقى ديسبرلاول. ديسبرلاول بيبقى نازل منه بروجكشن كده او زوائد، الزوائد دي بتزود السيرفس اريا لارتباط حاجه اسمها الليمتر بارتكل. وقلنا ايه هي الليمتر بارتكل؟ دي حاجه بتبقى موجود فيها بروتين والانزيمز هي المسؤوله عن تكوين الاي تي بي. تمام؟ دخلنا بعد كده على الماتريكس، قلنا ان فيها حاجه اسمها الكترون دنس جرانولز. الكترون دنس جرانولز اللي فيها كالسيوم مغنيسيوم ليبيد بروتين. اتكلمنا عن الفانكشن فايت الميتوكوندريا على بعضيها ان هي تعمل سيل ريسبيريشن او تبقى. الفوائد الثانية بقى اللي موجودة جواها مسؤولة عن السيلف ريبليكيشن عن طريق الدي ان ايه اللي موجود جواها. مسؤولة كمان عن تكوين البروتينات بتاعت نفسها عن طريق الار ان ايه اللي موجود جوه. تمام؟ فيها كالسيوم ومغنيسيوم ده اللي هيفيدوني في تكوين حاجة اسمها الكاتاليز. تمام؟ السيلف ريبليكيشن اللي هو التكاثر الزيادة. تمام؟ يعني مش مستنية لما الخلية الزيادة تنقسم عشان هي تكتر في الحاجة. تمام؟ يعني انت مثلا بواب مثلا حاجة مثلا زي الار وكده مش هتنقسم، بس هتنقسم تبقى في نسخه ثانيه منها امتى؟ لما الخليه كلها تنقسم. تمام؟ بس الميتوكوندريا بقى لا هتنقسم لوحدها، مش محتاجه ان الخليه كلها تنقسم. ده معنى كلمه سيلف ريبليكيشن. كده احنا خلصنا الميتوكوندريا. الحاجه الثانيه اللي هي الاندوبلازم كامل. زي برضو الحاجات اللي فاتت عباره عن ديفينيشن لايت ميكروسكوب والكترو ميكروسكوب والفانكشن بتاعتها. لو السايت احيانا برضه بيتقال في حاجات كتيره ولو ليها انواع. تمام؟ احنا بقى الاندوبلازم ريتيكولم والريتيكولم دي الحاجات اللي احنا نعرف الديفينيشن السايت والانواع بتاعتها واللايت ميكروسكوب عامل ازاي والالكترو ميكروسكوب عامل ازاي. تمام؟ الديفينيشن بتاعها قال لك ان هي عباره عن برينس كومبينيت، يعني اللي هي السكيما اللي احنا ماشيين بيها بتتكون من فلاتنج كومبينيتنج تيوبيولز او تشانل. بمعنى ان انا عندي مثلا تيوب اهي ولا تيوب تانية مثلا. انتر كوميونيكيشن كوميونيكيشن او مرتبطين مع بعض اللي كده. تمام؟ وبقى كله على هذا الوضع. واحدة هنا كده هتلاقي في برضه لسه معايا. وفي برضه هنا تغير كوان الشبكة على بعضها. تمام؟ دي معنى كلمة اللي هي انتر كوميونيكيشن او متصل ببعض. يبقى هي عبارة عن كوميونيكيشن كوميونيكيشن. لاتنت كوميونيكيتنج فات اللي هي مقطعه تاني كوميونيكيتنج مختصره ببعض تيوبيول اللي هي ايه انابيتا. تمام؟ انواعها ايه؟ هناخد بعد كده اللي هي حاجه اسمها استراحه واللازم تكتب وحاجه اسمها دروس اللازم احنا جبنا سيرتين المره اللي فاتت اللي هو كان واحده بس فيها رايبوزومز يبقى دي رف، واحده مش بس فيها رايبوزوم يبقى دي سكوس. تمام؟ اللايت ميكروسكوب بتظهر طب حد متوقع كده ممكن تكون ايه؟ كتير على الريبوزومز اكيد ماسك فيها يبقى كده تبقى ايه؟ ميزوفيليا. يبقى دي احنا مش محتاجين ان احنا نفصلها، دي احنا جبناها كده من ان الريبوزومز ماسكه فيها. المكان بتاعها، المكان بتاعها موجوده فين؟ بص دي حاجه موجود فوقها الريبوزومز صح؟ الريبوزومز ده كان بيعمل ايه؟ كان بيصنع بروتين. يبقى اكيد هي هتخزن البروتين وتعمل عليه تعديلات وتصنعه برضه. تمام؟ يبقى كده موجوده فين اكتر؟ الخلايا اللي بتصنع بروتين. يبقى دي السايت بتاعها موجوده فين؟ موجوده في الخلايا اللي بتصنع بروتين. تمام؟ شكلها بالالكترون بالالكترون مايكروسكوب عامل ازاي؟ قال لك بتبقى عباره عن ممبرينس فيتنج تيوبيول تقريبا نفس اللي احنا كنا بنشرح فيه برضه في التعريف. بتبقى بتكون حاجه اسمها سيستم بيبقى موجود عليها اسيكتوس والاسيكتوس دي اسمها رايبوزوم اللي انا شرحتها لحد سال عليها المره اللي فاتت اسيكتوس. تمام؟ موجود عليها ريسبتور من فوق كده، الريسبتور ده اسمه رايبوزوم. تمام؟ بيجي يمسك فيه رايبوزومز باللارج سبورت بتاعها. تمام؟ بيمسك فيه الرايبوزومز باللارج سبورت بتاعها. وبيبدا يحصل تكوين للبروتين في الرايبوزومز اللي قلنا المره اللي فاتت، يعدي من خلال الجروب اللي كان موجود في اللارج سبورت وينزل عند الجسم. تمام؟ كده احنا ربطنا دلوقتي اللي احنا ربطناه المره اللي فاتت بتاع الريبوزومز. هقراه معاكم عشان لو في حاجه هي عباره عن بيبس لاجن تيبول وسيستيرن. تو ويتش ريبوزومز ار اتاتشد ريسبتور سايت او مكان اسمه
لما فويس وصلنا الوصول الصحي تحت ريسيبتور جديده بتسمح في بور او فتحات بتسمح للبروتين اللي متكون ان هو يدخل جوه الاندوبلازم. تمام. الاندوبلازم تعريفها ان هي عباره عن ميمبرينس اورجانيك. الميمبرينس اورجانيك ده بيبقى عباره عن فلاتين كوميونيكيتنج تيبول مع بعضيها. تمام. اللايت مايكروسكوب بتظهر ميزوفيل وقلنا لوجود الرايبوسومز. تمام. السلايد بتاعنا احنا اللي جبناه في اماكن تصنيع البروتين لان هي طبيعي وفيها رايبوسومز اكيد بتصنع البروتين. طب بالرغم الالكترو مايكروسكوب غالبا نفس الجزئيه في التعريف ان هي عباره عن فلاتن السيستم اللي احنا قلنا عليها دي او فلاتن تيوب متصله مع بعضيها وفي فوقيها ريسبتور. الريسبتور ده اسمه رايبوفرين اللي هو الريسبتور ده بيمسك فيه اللارج سب يونت بتاع الرايبوسومز وبعد كده اللارج سب يونت بتاع الرايبوسومز بتصنع البروتين وتنزل في الجروف بتعدي من الجروف يجي تحت الجروف بالظبط يلاقي الجروف الرايبوسوم موجود في الاندوبلازم بيكتكلر يروح منزل البروتين اللي انا كونته او القوانين الاصل اللي انا كونته يروح منزله للاندوبلازم بيكتكلر. واضح ان حد عايز فيها حاجه الفانكشن بتاعتها ان انا بكون البروتين اول حاجه بعد كده انا ببدا اعمل تعديلات او ابدا اعزل البروتين ده اللي هو بروتين سيجريجيشن ببدا اعزل البروتين اللي انا عملته ده بعد كده ببدا اعمل انيشيشن وانتيزيليشن او ان انا ببدا احط عليه سكر اللي هو الايه؟ الموسكر. بعد كده بستخدمها اللي هو الانتراكسيل ولا الباسوي او ان انا اجيب حاجه اسمها ترانسفير ريسكي اللي هي ترانسفيرشن اللي هي ترانسفير ريسكي دي تمام انا كنت بعمل بيها الحاجه المكان اللي انا كونته والمكان اللي انا كونته. تمام. انا كده عندي هي مسؤوليه ان هي تكون ترانسفير ريسكين. ترانسفير ريسكين مختلفه عن السكريتري ريسكين. ترانسفير ريسكين دي اللي بتطلع من الار ار تروح للكونجي. السكريتري اللي بتطلع من الكونجي تروح للار. تمام. انا عندي حاجتين حاجه اسمها ترانسفير وحاجه اسمها سكريتري بتاعتها صح؟ الترانسفير دي اللي انا باخدها من الار ار اوديها للكونجي ابريتس. السكريتري بقى هو اصلا الكونجي ابريتس عباره عن سكريتي اورجانيك فبيطلع منه ايه سكريتي اورجانيك عباره عن انتراسيلولار باسوي ماشي في البيت والبروتكشن للسيتوبلازم من البروتينات او الانتيجات اللي انا كونتها. تمام ولا مش تمام؟ يبقى احنا كده هنعيد بس كده باختصار اللي احنا قلناه ده علشان خاطر الناس اللي في البيت. انا عندي بتكلم عن حاجه اسمها اي او ار او انهراف الاندوبلازم اتكلمت الاول عن الاندوبلازم بشكل عام اللي هي عباره عن ميمبرينس اورجانيك ببدا التعريف بكلمه ميمبرينس اورجانيك هي عباره عن ميمبرينس اورجانيك وصفت شكله اللي هو بيبقى عباره عن فلاتين وانتر كوميونيكيتنج او كوميونيكيتنج تيبيو اللي هو رسمناها زي كده دي عباره عن فلاتين جلوب ودي فلاتين جلوب متصلين مع بعضيهم كونوا الشكل ده. طبعا هم كتير مش الثلاثه اللي احنا عايزينهم دول بس فكونوا لي حاجه اسمها انتر كوميونيكيتنج تيبيو. انواعها قلنا رفض النسبي وسويس وجهاز فهبدا انا بقى ادرسهم واحده واحده. الرف بالنسبة للتكلم اللي هو قلنا اللايت مايكروسكوب بشوف ان هي بيتوكسيدي بسبب وجود ايه؟ الرايبوسومز. بعد كده السايت بتاعها قلنا ان هي موجوده اكتر في الخلايا اللي بتكون بروتين. تمام؟ اتكلمت بقى على الالكترو مايكروسكوب وقلنا الالكترو مايكروسكوب هو جزء من التعريف او هو يعتبر التعريف واضيف عليه حته الريسيبتور. يبقى قلنا ان هو عباره عن فلاتن تيبولز او فلاتن سيستم والسيستم دي اللي هي بمعنى ايه؟ حاجات مفضله عامل زي السهرين. بتبقى متصله برضه مع بعضيها يا اما سيستم يا اما تبيول. تمام؟ بعد كده اتكلمنا ان هو بيبقى فيها حاجه اسمها ريسبتور، الريسبتور ده اللي هو بيبقى ماسك رايبوفرين بيبقى ماسك فيه اللارج سب يونت بتاع الرايبوزومز بيبدا الرايبوزومز يكون البروتين او الامينو اسيد اللي عندي وبيبدا ينزل من الجروف اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت ينزل الاندوبلازم بيكتكلر يلاقي بورس او سطور يبدا ينزل منها الاندوبلازم بيكتكلر وتعمل عليه الوظيفه بتاعته. وديت الحاجة طيبة اللي في بعدها. طيب الحاجة اللي بعدها هي السموث اندوبلازميك ريتيكولم. الاسلوب السموث اندوبلازميك ريتيكولم ممكن احط تحتيها من خط كده بلايت مايكروسكوب. ان هي نقطة كبيرة. هي مش بتبقى واضحة. تمام؟ بس لو كتيرة بتظهر عكس تانية اللي هي زيرو في ليه؟ يقال ان البروتينات اللي بتدخل في التكوين او الحاجات منها بتبقى بالزنك فانا اسمها مسمغه زنك سيرفي. تمام او اسمه فيه.
تمام. حد بقى فاكر ان احنا قلنا المره اللي فاتت عن البيل، البيل اللي هو الدنس في النيوكليس، هي كل فكره الحاجه كل ما كترت بتبقى واضحه، فهو كل فكره موجوده هنا، هي مش بتبقى ظاهره بس لو موجود عدد على بعضيها بتبقى بتظهر كانها بتشوفها. تمام. بالنسبه للالكتروميكروسكوب بتاعتها هي عباره عن ريجولر وانستيموزي تيوبز، بمعنى دي مثلا كانت في ايه زي تمام، ممكن دي تبقى عباره عن ريجولر بمعنى ان هي مالهاش شكل محدد، يعني ممكن مثلا مره تبقى كده مش مره مثلا كده كده مره مثلا كده مش كده، يعني مالهاش شكل محدد. انستيموزي متداخله مع بعضها تمام، تيوبيول اللي هي تيوبس اللي احنا لسه بنتكلم عنها. قال لك تبقى انستيموزي مع الرفع من دازم الكتف، يعني انت حتى لما تيجي تاخد شكل الخليه تحت الميكروسكوب او لما يظهر تكبير ليها هتلاقي ان الرفع من دازم الكتف لازق في النواه هنا تمام، ولازق عليها الرسوس، ولازق عليها من بره او ماسكه او متصل فيها من بره الرسوس اللي بلازم الكتف تمام. يبقى هي انستيموزي او متصله مع الرفع من دازم الكتف تمام. الاماكن بتاعتها موجوده فين؟ موجوده في الاماكن المصريه الليبيد والسترويدز، هي الليبيد اصلا الاسترويدز او الهرمونات اللي هي الاسترويد هرمون ده ليبيد هرمونز تمام، او ليبيد سيبر هرمون. هي بقى الاماكن اللي بتكتر فيها الاسموس والبلازما بتكتر بتبقى في الاماكن دي اللي هي اماكن اسمها الليبيد، زي مثلا السيل والليفر والاندوكراين جلاند تمام، الاندوكراين جلاند اللي هي بتصنع الاسترويد تمام، زي مثلا الادرينال كورتكس مثلا بتصنع استرويدز تمام، فيبقى موجود فيها اسموس والبلازما موجوده في اماكن تصنيع الليبيد، الثانيه كانت موجوده في اماكن تصنيع الاسموس تمام. الفانكشن بتاعتها لما اجي اتكلم على الفانكشن بتاعتها انت اول حاجه الليبر ما بيفكرش في شويه حاجات كده تمام. اول حاجه الليبر ده بيتكون ليبيد في الباي، وبعد كده هتعرف ان الليبر ده بيتكون حاجه اسمها لايبوبروتين مش عارف ايه، يعني بيتكون ليبيد. وفي ناس ممكن يجي لها فات الليبر، يعني اللي هو ممكن في الكاميرا مش عارف مثلا كوتر اللي هو بيبقى اول حاجه تفتكرها من الليبر تكوين ايه؟ الليبر. مع الليبر الليبر دايما لما قلنا الليبر يبقى نفتكر الاسترويد تمام؟ تاني حاجه من الليبر، ان الليبر بيبقى مسؤول عن تكوين تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز، فدي برضه فايده من فايده الاسموس والبلازما. الليبر هو المكان المسؤول عن الديتوكسيكيشن اللي هو بيزيد سكرين تمام؟ هو اللي بيكسر، عشان كده غالبا الناس اللي مدمنين او اللي بياخدوا تفاصيل او حاجات كتير ممكن الكم بتاعهم بيتعب، يعني هو تعبير داري كده بيقول لك ما تكترش في الدوت عشان ممكن يجي لك دوت. هو مكان زاد السكرين، لما تبدا تاخد بقى تكتر في الجرعه وتاخد دواء كتير ويبدا السكريات بتاعته تتكسر في الكم الضمر، يبقى انا كده الليفر فكرني بثلاثه فانكشنز او الكم فكرني بثلاثه فانكشنز، الليبت لان هو مكان تصنيع ايه؟ ومعاه الاسترويد. الحاجه الثانيه اللي هو مكان بيحول الجلايكوجين الى جلوكوز. الحاجه الثالثه اللي هو بيعمل اكسبيشن للدروجز تمام. بعد كده دي كده نقطتين مجهولين اللي هو محدش عارف اصلا موجودين في الاعلام مش موجودين تفسير حتى في منهجنا القديم، اللي هو بيتكون من جسمين وبيتكون او مسؤول عن مثلا كونتراكشن سبعه او على كالسيوم تمام. خد بالك بس من حته هو بيحتوي على كالسيوم فبيبقى مسؤول عن الكونتراكشن بتاع العصب تمام؟ خد بالك منه لان دي بتيجي ام سي كيو. الجولجي ابريتس كتعريف بقى، طب بص الجولجي ابريتس ده باختصار مسؤول عن الفوكس، يبقى لما اجي اشوف التعريف بتاعه هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفيروس، التعريف ده ممكن يكون عباره عن الفيروس والجنين والسيلر والسيكريشن، يعني عباره عن هو والجنين له غلاف بيبقى مسؤول عن السكريشنز تمام؟ اللايف ميكروسكوب بتاع المكان بتاعه في السكريتري سيل، الخلايا اللي ليها فرزات كتير تمام؟ بيبقى له كده حته اللي هو ممكن يكون ايبيكال في السكريتري تمام؟ يعني بيبقى موجود مثلا خلايا سكريتري تمام؟ خلايا بتفرز السكريشن تمام؟ وليكن مثلا هتاخده بعد كده في الديجستيف سيستم الاستروجين، انا مش عارف التفاصيل ايه يعني، اللي هو الخلايا اسمها بارايتال سيل اللي بتصنع الاتش سي ال،
تمام في النفس دي اللي مش بتعمل هتلاقي بقى الفوتش اوريدي موجود في الجيب دي معنى كلمه كده دي الحاجه الثانيه بيبقى موجود كمان في النيرف سيل بس النيرف سيل بيبقى موجود فين بيبقى موجود في يعني حوالين النيرف يعني النيرف سيل مثلا موجود في السيل مثلا بالشكل ده هتلاقي ان الخلايا بتاعتها قال النيوكليوس والكلش اوريدي دي موجود حواليها تمام يبقى انا عندي المكان بتاعه قلنا بيبقى موجود في الخلايا اللي بتفرز كتير تمام مكانه فين برضه في الخليه بالظبط يا اما ايه بيبقى في الخلايا السكيلتال سيل يا اما بين النيوكليوس في خلايا النيرف سيل تمام اللايت ميكروسكوب بص بقى يعني بيمسك فلوس زي ما بتحب تمام اللي هي حاجه اسمها ليجالي والجي بيفش بمعنى ان هو مش بيبقى واضح تمام بس لو الحاجات اللي موجوده حواليه كتير والحاجات اللي موجوده حواليه كلها تقريبا بيزوفيلك تمام انا لما اجي حواليه حاجات بيزوفيلك يعني لونها ازرق قوي وانا مش واضح هبان ازاي؟ هبان ابيض فبيسموها نيجاتيف نيجاتيف بولجي ايمج تقسيم الكاميرا اللي احنا بنستخدمه اللي حاجه اسمها نيجاتيف ايمج في الكاميرا اللي هو ايه؟ بيجيب لك عكس الالوان بتاعك تمام؟ فهو ده بالظبط ان انا عندي البروتينات او الحاجات اللي موجوده حواليها كلها بتبقى بيزوفيلك فانا بما ان انا ماليش لون هبقى ظاهر كان انا نيجاتيف يعني حاجه مش موجوده او نيجاتيف ايمج بعد كده ابدا اعمل ريفيو للسيبي برين عن طريق ايه؟ الس
السكريبت الجنس اللي بنعمل عليها. حد فاكر المره اللي فاتت احنا كنا عاملينها ازاي؟ هيدي السيركوزس Gracias.
فيها هيترولايزوزومز. تمام؟ الهيترولايزوزومز ده عباره عن لايزوزوم مسك في فاجوزوم. المره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن النقطه دي صح؟ وقلنا المره اللي فاتت ان لما الخليه بتاكل او بيحصل لها فاجوسايتوزيس واحنا بنشرح في خطوات الفاجوسايتوزيس بعد ما قطعنا السيتوبلازم ودخلنا الحاجه اللي انا عايز اقولها دخلناها وقلنا لها فيزيكال قلنا ان اللايزوزوم هياكلها وعديناها كده وخلاص تمام. هو ده بقى اللي بيعمله ان اللايزوزومز الخلايا اللي دخلت الحاجه اللي دخلت من بره دي الاكل بتاع الخليه او الفاجوزوم الحاجه الكبيره اللي الخليه اكلتها تدخل جوه يروح اللايزوزوم يكسرها عن طريق حاجه اسمها ايه؟ عن طريق سكن اللايزوزوم اسمه الهيترولايزوزوم اللي هو بيبقى عباره عن لايزوزوم برايمري وماسك فيه ايه؟ فاجوزوم اللي هو ايه؟ خليه واكله حاجه وهو بيكسرها. الحاجه اللي بعد كده اللي هو حاجه اسمها مالتي فيسكولار بوديز اللي هي الشرب بتاع الخليه بتاع المره اللي فاتت. بيوسايتيك فيزيكال يعني معناها ان الخليه دي كلت او خلاص دي الخليه دي شربت ودخلت البروتينت بتاعتها اللي هي عباره عن حاجه اسمها بيوسايتيك فيزيكال. دخلت جوه الخليه يقوم اللايزوزوم واكلها. خلصت دي؟ حاجه اخيره بقى حاجه اسمها اوتولايزوزوم. يعني ايه اوتولايزوزوم؟ انا دلوقتي عندي اورجانيل حاجه اسمها اوتوفاجي او يعني ايه اوتوفاجي بقى؟ الاوتوفاجي دي عباره عن اورجانيل مات وخلاص خلص ومش عايز يقوم روح حاطينه الحاجه دي المفترض مثلا اللي موجود هنا يقوم روح حاطينه في فيزيكال. فدي تسمى ايه في الاخر؟ اللي هي ايه؟ الاوتوفاجي. يجي الاوتوفاجي يروح ماسك فيه اللايزوزوم ففي الاخر خالص يعمل حاجه اسمها اوتولايزوزوم. عرفت اوتولايزوزوم جايه منين؟ تمام؟ ولا عايز فيها حاجه؟ طيب الريزيدوال ده الريزيدوال بوديز دي ان انا بعد ما خلاص كلت المحتويات اللي كانت موجوده في الفيزيكال بيبقى ليها بقايا. البقايا دي اسمها ريزيدوال بوديز. تمام؟ الريزيدوال بوديز دي بقى الفيل بتاعها او بعد ما كونت الريزيدوال بوديز هتروح فين؟ يا اما تطلع بره الخليه تكون حاجه اسمها سايتو ستولز يعني فضلات الخليه تطلع بره الخليه وتطردها بالايروسايتوزيس يا اما تتراكم جوه الخليه وتكون حاجه اسمها لايكوفوزيك بيجمنت بتاع المره اللي فاتت. تمام؟ عشان ما تكونش هي عباره عن مراحل. يعني ايه مراحل؟ انا كونت او بدات من الجولجي ابريتس طلعت بحاجه اسمها برايمري ربنا كرم اللي كان بيصور ده وراح مصورني اول ما طلعت فظهر عندي حاجه اسمها برايمري لايزوزومز. بعدها بنص ساعه اللايزوزوم ده شبك في فاجوزوم راح واكل المحتويات بتاعته ربنا كرمني واللي كان بيصور في الوقت ده يبقى ظهر عندي ان هو ايه؟ سكندري لايزوزوم من النوع عندي لايزوزوم. بعدها بشويه او بعد ساعه كمان بدات بعد ما اكلت وخلاص انا كده اكلت المحتويات بتاعته وباقي البقايا فربنا كرم اللي كان بيصور وصور في المرحله دي وظهرت انها ريزيدوال بودي. يبقى هي عباره عن مش انواع مختلفه وكلام هي مراحل. المرحله الاولى برايمري سكندري ثم ريزيدوال. تمام؟ سؤال كده. نعم. ومين بقى اللي بياكل اللايزوزوم يعني؟ واحد موجود تحت اللي هو بيقول لك عباره عن ايه؟ اوتولايزس اللي هو بياكل نفسه، الخليه بتاكل نفسها. تمام؟ تاني؟ عايزين نخلص. هو انا مش هخلص والله انا عايز انام السايتوجينتكس وده سهلان. فحاضر. انا بس بالراحه شويه عشان انا مش عارف بتوه منك كده في النص في حاجه. لا المشكله في ها؟ بص هو كان جايب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها اثناء الايه؟ اثناء الشرح. تمام؟ احنا كنا خدنا حاجه اسمها فاجو من السكند لايزوم خدنا حاجه اسمها ان البرايمري بيتحد مع الفاجوزوم وفيلوسات الفيزيكال وحاجه اسمها اوتو اللي هو الاوتو لايزوم او الاوتوفاج. تمام؟ هي دي الفانكشن بتاعتنا. اول حاجه ان هو بيتخلص من الفاجوزومز الاكل بتاع الخليه. بيتخلص من البيلوسنتيك فيزيك. الحاجه الثالثه ان هو بيتخلص من الاورجانيل القديمه عن طريق الايه؟ الاوتولايزوم اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام؟ بعد كده اللي هي بقى الدكتوره بتسال عليها حاجه اسمها دايجيشن اول سيل. بياكل الخليه كلها بعد ما يعني بعد ما الخليه تموت بقى وخلاص يبدا هو ياكل محتويات الخليه كلها. تمام؟
بعد ما ياكل محتويات الخلية كلها هو ممكن يربشر يعني يفرمنتد يتقطع مبقاش له وجود تمام؟ يبقى كده الخلية كلها انتهت تمام؟ الحاجة الرابعة هي المسؤول الخامسة هي المسؤول عن الفيرتلايزيشن عن طريق السبرم ده بيبقى موجود في الهيد بتاعته موجود ايه؟ موجود مايزوسومز او حاجات كده انزيمات بتبقى الانزيمات دي انزيمات آكلة او هاضمة بتبدا تعدي اوفر عشان خاطر السبرم يدخل جوه الاوفر. السبرم ده طبعا نفترض مثلا ان السبرم بيبقى موجود حواليها غلاف سميك فيبدا هو يعمل ايه؟ استخدام اللايزوزوم يبدا يدور في الغلاف ده لغايه ما يدخل جوه. يبقى دي كده كانت فايده خمسه. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول حاجه ان هو بيبدا يعمل يتخلص من الفاجوسوم يتخلص من البينوسايت انفيزيكال يتخلص من الاوتوفاج او يتخلص من الاورجانيل القديم بياكل الخليه كلها كل العمليه لها علاقه بالاكل. الحاجه الخامسه اللي هو بيعمل فلترايزيشن للاوفر السبرم بيعمل فلترايزيشن للاوفر. الحاجه السادسه بقى في الثايرويد بياكل يبقى في حكايه الثايرويد بياكل انا لما افتح الثايرويد بياكل تبدا تطلع الهرمون بتاعها بيبقى طالع الاول ايه يعني عباره عن ادي الثايرويد هرمون ادي مثلا بفترض ان ده الهرمون وماسك في البروتين هنا كده اسمه ثايرويد بايندينج بروتين تمام. الكلام يعني مش عايزين تركزوا فيه عادي بس هو عشان تفهموا اكتر ده كده ايه اكتف عشان يبقى اكتف لازم يتحول للشكل ده. طب عشان يتحول للشكل ده اعمل ايه؟ يجي اللايزوزوم يروح واكل الحته دي يبقى انا كده اتصلت على البروتين اللي انا كنت ماسك فيه ولا لا؟ يبقى هو بيعمل اكتيفيشن للثايرويد هرمون اللي هو موجود في الثايرويد جلاند بيعمل هيدروليسيس وريليز للثايرويد تمام؟ يعني ايه هيدروليسيس؟ هيدروليسيس او اكل او المعنى اللي انت بتعزله معاك اي ضرر تمام؟ كده احنا خلصنا اللايزوزوم. حد محتاج في حاجه؟ ايه البيروزوزوم؟ البريمس والجينيتيك بيبقى له علاقه بان هو مسؤول عن حاجه كده زي الرايبوزومز بس الرايبوزومز كان بياكل اي حاجه لا ده مسؤول عن ليزوزوم ليزوزوم حاجه زي الرايبوزومز بس بيبقى مسؤول الرايبوزومز مسؤول عن اكل كل حاجه ده بيبقى له علاقه اكتر بالليمت ده بيكسر اللي بيبقى اكتر تمام. فهو عباره عن البريمس والجينيتيك بيحسب على سيليتيف وليدوكتيزيس انزيمز هنعرفهم كمان شويه. ده من ضمن الحاجات اللي فيها اوجه واللي لسه كنت بقولها دلوقتي ان هو هيتكون بالفري رايبوزومز وبعد كده يكمل في الجوجي ابريتس. وعرفنا الفرق ما بين لما قلنا فري رايبوزومز والفرق ما بين لما عرفنا لما قلنا ار يو ار معناه ان هو اتكون عن طريق الرايبوزومز اللي ماسكه في الفتره اللي هي الاتش انما دي فري رايبوزومز تمام. طب ايه بقى الفكره في البروجريت ده؟ انا باختصار الليمت علشان اكسره في الموبايل في سنه ثانيه كان اسمه عليكم طويل كده ورخي وهتكرهوه عن طريق حاجه اسمها البيتا اوكسيديشن. ايه بقى البيتا اوكسيديشن دي؟ انا كان عندي مثلا فريق ليمت زي البيتا تمام؟ ده مثلا نفترض ان هو ليمت وانا عايز اكسره مش هكسره قدامه باللايزوزومز زي موجود بره كده او زي البروجينين اللي فات. ده هكسره بالبيروزوم هيعمل ايه؟ هيبدا ياخد جزء جزء هيكسر جزء جزء بس مع كل جزء هيكسر الجزء ده عن طريق حاجه اسمها اوكسيديشن او اوكسيديشن يعمل له اوكسيديشن تمام؟ اللي هو انا هبدا اعمل اوكسيديشن للرابطه السفنيه اللي موجوده عند الرابطه السفنيه مثلا ما بين مركبين هبدا اعمل لها اوكسيديشن فاروح اكسرها تمام؟ يبقى انا كده بدات اكسر الشين دي انا بقى بعد ما كونت كده تحت المرحله اللي اسمها الاوكسيديشن بعد ما عملت او كسرت الرابطه دي يتكون عندي حاجه خطيره جدا اسمها H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد او حاجه اسمها اوكسيد الهيدروجين تمام؟ ده حاجه سامه للخليه وممكن تدمرها فهنا عشان تخلص من الدهون ابدا اكون المركب اللي هيدمر الخليه ده؟ لا ففي عنده حاجه اسمها ريدكتيز. الريدكتيز ده بيخش يروح ضايف عليه ميه ويروح يطلع لي في الاخر ثاني اكسيد كربون وميه بيعمل عليه تعديل يخش يطلع لي ثاني اكسيد كربون وميه. دي حاجات عاديه في الخليه صح؟ يبقى انا كل فكرتي ان انا عايز اتخلص من
الشيء بتاع الليبت دي او الرابطه بتاع الليبت التوريه. هتخلص منها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها بيتا اوكسيديشن. البيتا اوكسيديشن اللي في البايو باث واي طويل قوي. اختصار الكلام بتاع الباث واي ان هو بيبدا يجي عند البابل بول او الرابطه دي وراح اعملها اوكسيديشن فيكسرها. يبقى انا كده بدات اكسر في الليبت. بعدها كونت خارج الكلوسايد ودي حاجه صعبه على الخليه. فابدا اعمل فيها ايه في الاخر؟ ابدا اروح اعمل لها حاجه اسمها هيدروكتيز عشان تبقى عندي حاجه اسمها اوكسيديز وحاجه اسمها ريدوكتيز. اوكسيديزيس وريدوكتيز دي التنزيمات اللي موجوده جوه. اثناء العمليه دي بتطلع لي طاقه. في طاقه بتطلع اثناء العمليه. بتروح فين الطاقه دي بقى؟ مش زي الميتوكوندريا بتخزنها في سوليد ATP، لا بتطلع في الجسم على شكل حراره. تمام؟ كده احنا خلصنا السكوت.